قدرتش طبعا، لان هو حبيبي كان مسافر الثلاث، هو كان اخر اتصال بيني وبينه كان يوم الاثنين بالليل، ويوم الثلاث قال لي اتصل عليك الثلاث الصبح. طبعا هم كانوا مستعجلينه في الشغل فما اتصلش، فطبعا كنا بنبقى قلقانين عليه انا واخو الدكتور احمد، بنفضل معاه في التليفون لحد ما يوصل، لحد ما لنا خلاص ما بيبقاش فيه ارسال هناك وكده، مش ما فيش اشارات، خلاص اطمنوا انا كده وصلت الساحه خلاص. اول ما وصل الساحه خلاص الاتصال كان يوم التلات بالليل انتهى، ده كان اخر اتصال بيننا. كان اكتر كلام عن الشهاده، وكان بيحكي لي القصص بتاعت الانبياء وكده، انهم كانوا بيستشهدوا ازاي، وكان انه بيقول لي ادعي لي ان انا اكون من الشهداء وكده. خال محمد كان بيعاملني كمعاملة مش خال لابن اخته، خال محمد كان بيعاملني كخال، عبد الرحمن ده بالنسبة له ابنه. انا اللي سمعت اول حاجة الخبر، بعديها ماما عرفت، انا سبت السماعة ما كنتش مصدقة. احنا انت كذاب، مين محمد؟ محمد مين اللي مات؟ بيقول انت تقربي للشيء ده، ماما اغمى عليها، محدش مستوعب ان خير محمد خلاص راح. يوم فرحه بعد فرحه بيومين تم استدعائه نظير ان احد اصحابه هناك في الكمين عنده ظرف طارئ، فلك ان تتخيل ان هو يسيب عروسته تاني يوم فرحه وينزل يروح يقف مكان صاحبه، واصر ان وصيته ما تتقطعش، ان هو كان بيشيل صحابه هناك كانوا معاه في الكمين يبقى موجود معاه، ويفاجئ ان هو بيشيل صاحبه وبيغسله وبيصلي عليه. مبلغ الدين بسيط لدرجه ان هو المفروض ما كانش يذكر، 1000 جنيه عند استرجي، ده معناه ان هو دليل على بساطه الشخص.